الرياضة هي وسيلة لتنمية المجتمع. احنا يمكن تجربة كأس العالم بلورت هذا الفهم. احنا شفنا المؤسسات، شفنا القطاع الخاص، شفنا الشعب القطري نفسه، كلهم تضافروا في سبيل انهم يعني يحققون كأس عالم مميز واستثنائي. الفورمولا 1 صراحة واحدة من قصص النجاح في تاريخ قطر الرياضي. بدأ يعني التفكير في الفورمولا 1 حتى يمكن قبل الموتو جي بي، لكن التخطيط لاستضافة حدث مثل الفورمولا 1 يتطلب التدرج. فبدينا بالموتو جي بي، حطينا قطر على الخارطة العالمية بالنسبة لرياضة المحركات. استضافة الفورمولا 1 بدأت بعدة فرق من عدة جهات في الدولة، بدأ التخطيط لها، كل واحد كان عارف دوره. الحمد لله رب العالمين أنجزنا المشروع، والحلبة بشهادة الجميع صراحة من أفضل الحلبات، أأمن الحلبات للمتسابقين، أأمن الحلبات للجماهير، تجربة فريدة في مشاهدة السباق ومتابعة السباق. وهذا إن شاء الله بإذن الله مجرد مرحلتين في التطوير، بتجي إن شاء الله مرحلة ثالثة بتكون إن شاء الله بإذن الله مفاجأة للجماهير في رياضة المحركات في قطر إن شاء الله بإذن الله.